الدراية البيضاء في هذه اللحظات. انطلقت الجياد والأفراس المنتجة محليا على بركة الله تعالى عمر السنتين على جائزة سطام بالخيل المطيري في شوطنا الثاني من علامة 1400 متر. أشاهد محبوبة جواد الآن في المقدمة مع محاولات لزهبة للشريف الزاعة بن شاكر العبدلي، والمحاولات تأتي من البقية. تقدم لازال لمحبوبة جواد من نسل جواد بقيادة عادل الفريدي مع محاولات من البقية. أشاهد تقدم المركز الثاني لعنود، لأن عنود تتقدم الآن مع محاولات من محبوبة جواد للحفاظ على المركز الأول، والتقدم من الخارج في هذه اللحظة لنور عيني في المركز الثالث. المركز الرابع لجاسور لأبناء سلطان بن مسلط الأزمع مع محاولات الآن تأتي من الخارج للمحامي، الآن يحاول ويتقدم بكل قوة لانتزاع الصدارة في هذه اللحظات مع الاقتراب من المنعطف الأخير. بداية الخط المستقيم، المحامي من الخارج الآن يحاول الاصطب الأبيض لأبناء ملك عبد الله بن عبد العزيز مع محاولات من جاك العلم الآن للحفاظ على المركز الأول والتقدم المركز الأول. جاك العلم الآن، جاك العلم يتقدم المركز الأول مع محاولات من المحامي. جاك العلم بقيادة محمد الدام من نسل ولد درشان، جاك العلم يحقق المركز الأول ما شاء الله تبارك الله في الشوط الثاني بكل قوة وبكل اقتدار. جاك العلم المركز الثاني.